جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يمكن بر الوالدين بعد وفاتهما؟ لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما والتصدق عنهما وقضاء الديون التي في ذمتهما للناس والحقوق التي في ذمتهما للناس يقضيها الولد، هذا من البر بوالديه. وكذلك صلة الصديق، بل صلة الرحم المربوطة بهما، هذا من برهما. صلة الأرحام المربوطة بالوالدين كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، فصلة الأرحام الذين يرتبطون بالإنسان من جهة والديه هذا من البر بالوالدين بعد موتهم. وكذلك صلة الصديق لهما في حياتهما هذا من البر بهما.